انطلاقا من جهود المحافظة الجنوبية لتوثيق تاريخ وحاضر المحافظة الجنوبية بمختلف مناطقها، دشن سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية كتاب الرفاع عز بين الماضي والحاضر، والذي يتناول تاريخ هذه المدينة العريقة ومراحل التطور الذي شهدته حتى وقتنا الحالي، حيث أقيمت فعالية افتراضية بهذه المناسبة عبر تقنية الاتصال المرئي. وبهذه المناسبة ألقى سموه كلمة أكد فيها بأن المحافظة أضحت نموذجا يحتذى به في كافة المجالات، إضافة إلى إرثها التاريخي والحضاري والثقافي التي تعد شاهدة على عراقة وأصالة هذه الأرض، مبينا أن لهذه المدينة إسهامات جليلة في خدمة ماضي وحاضر مملكة البحرين في ظل التوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه، كما أنه بدعم ورعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تمضي المحافظة في العمل على التواصل وتحقيق التنمية الشاملة بما يواكب تطلعات ورؤى أهالي المحافظة. كما أوضح سموه بأن المحافظة الجنوبية حريصة على تنفيذ توجيهات معالي وزير الداخلية من خلال ترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية والتواصل مع الأهالي والالتقاء بهم وصون المكتسبات الحضارية والاجتماعية. هذا وتم عرض فيلم وثلاثي الأبعاد عن فكرة وابتكار سمو المحافظ وإعداد ومتابعة منتسبي المحافظة. من جانبهم أعرب الأهالي والحضور عن خالص شكرهم وتقديرهم للجهود التي يبذلها سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية على نهج التواصل وتعزيز الترابط بين كافة أفراد المجتمع من خلال المبادرات المبتكرة والخلاقة كإعداد الكتاب الذي يسهم في تعزيز الولاء والانتماء الوطني وتكريس القيم الوطنية الثابتة. يشرفني أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على استقبال جلالته وتوجيهاته التي تعتبر نبراس العمل في المحافظة الجنوبية ووسام فخر واعتزاز لجميع أهالي المحافظة الجنوبية وشرف عظيم لا يعلوه شرف بالتواصل الدائم مع أهالي المحافظة وما تشهده من رخاء وازدهار وتنمية في ظل العهد الزاهر الميمون لجلالته حفظه الله. كما يشرفني أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب القائد الأعلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه لتشرفنا بلقاء سموه وتسليمه الكتاب، وأننا نفخر بكل ما تحظى به المحافظة الجنوبية من لدن سموه الكريم من دعم ورعاية والتوجيهات لاستمرار خدمة الأهالي والحفاظ على المكتسبات التاريخية والحضارية. أيها الحضور الكريم، إننا في المحافظة الجنوبية نعتبر الشراكة المجتمعية والتواصل مع الأهالي والالتقاء بهم والحفاظ على المكتسبات الحضارية والاجتماعية نهج حميد، وهذا ما اكتسبناه من حرص وتوجيهات معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية الموقر حفظه الله في التعاون الدائم والتنسيق المشترك وتفعيل نهج الشراكة وتعزيز الانتماء والمواطنة. توثيقا لمسيرة حافلة بالعطاء على كافة الأصعدة والميادين، خطت على صفحات حملت بين طياتها ما تزخر به مدينة الرفاع وكافة المدن التابعة للمحافظة الجنوبية من إرث تاريخي وطني وعريق. إذ نشهد اليوم بكل فخر واعتزاز تدشين كتاب الرفاع عز بين الماضي والحاضر، لنقدم لكم توثيقا لمسيرة حافلة من العطاء في كافة الأصعدة والميادين والمكتسبات في هذه المدينة العزيزة على قلوبنا. يأتي إصدار هذا الكتاب
ليؤكد ما تزخر به المحافظة من مواقع تاريخية وشواهد ثقافية ومعالم بارزة، كما أنه يعد انعكاساً لما تقوم به المحافظة من جهود وإسهامات ليعكس من خلالها مدى التلاحم والروابط القائمة بين الأهالي والمحافظة لتحقيق التنمية والازدهار في المحافظة الجنوبية. أن إصدار الكتاب الرفاع عز بين الماضي والحاضر يؤكد ما تزخر به المحافظة الجنوبية من إرث حضاري وشواهد ثقافية ومعالم وطنية بارزة، وأننا نحرص في المحافظة الجنوبية أن نساهم في النهضة الشاملة لتكون المحافظة الجنوبية عامرة بالخير والإنجازات. هذا الكتاب يؤكد على أن مدينة الرفاع قد أصبحت نموذجاً يحتذى به بما حققته من إسهامات في النهضة الوطنية الشاملة، والتي تعد شاهدة على عراقة وأصالة وطننا العزيز. يأتي تدشين هذا الكتاب ليوثق المنجزات والمكتسبات لمدينة الرفاع عبر عقود من الزمن، بالإضافة إلى المسيرة التنموية للمحافظة في شتى المجالات، كما يتولى توثيق العيون والمرافق التاريخية والثقافية الحديثة منها والقديمة. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.